رحيم. كيو ان كيو تانلينج او برضو بنسميه دوت 1 كيو تانلينج او برضو بنسميه دبل تاجنج. كل دي اصلا مسميات لنفس التوبيك. تمام. ده عباره عن ايه بقى؟ الاول طبعا ده بونص ليب. احنا كنا قسمنا الفيلانات عندنا لاثنين كاتيجوري، اقصد الفيلان اي دي قسمناه لاثنين كاتيجوري، النورمال والاكستندد. بالنسبه للنورمال من 1 لغايه 1002، وبالنسبه اصلا 1005 اسفه، وبالنسبه للاكستندد كنا قلنا ابتداء من 1006 لغايه 4094، وقلنا اصلا مور ذان انف بالنسبه لشغل الانتربرايزز. امال مين اللي يستخدمها؟ شركات السيرفيس بروفايدر في التكنولوجي اللي اسمها كيو ان كيو. كنا اصلا قلنا برضو ان في عندنا نوع من انواع الوان تكنولوجي اسمه مترو اثرنت، ده البابليك وان تكنولوجي. جواه البرايفت وان تكنولوجي بتاعه كان اسمه كيو ان كيو. الفكره بتاعته ان كل شركه عايزه اربطها بالفروع بتاعتها، يعني يقوم السيرفيس برويدر يحطهم جوه نفس الفي لان. ازاي الكلام ده بيتم؟ المفترض ان بروتوكول الاثرنت ده بروتوكول بدا اصلا يعني استخدامه في اللان، ده البدايه بتاعته خالص، لان احنا قلنا قبل كده حتى جبنا كلمه بروتوكول الاثرنت شبهناه ساعتها اصلا بشبكات غاز الاثر، لان احنا قلنا قبل كده ان في غاز اسمه غاز الاثر سرعه التطير بتاعته عاليه. تفاؤلا بيه عملوا بعد كده اصلا سموا البروتوكول على اسمه، على اساس ان كل يوم التاني في التكنولوجي بتاعت الاثرنت وفي البروتوكول بتاع الاثرنت بنوصل لسرعات عاليه. تمام. بروتوكول الاثرنت فيه مميزات وفيه عيوب. بالنسبه للمميزات بتاعته ان السرعه بتاعته عاليه جدا، ودي اهم ميزه فيه. تمام. في برضو مميزات تانية، تقدر تشغل معاه بروتوكول زينج 3، الفيتشرز بتاعت الفيلانات، كل الفيتشرز اللي احنا درسناها قبل كده في سويتشنج دي تعتبر مميزات البروتوكول بتاع الاثرنت. لكن في بعض العيوب زي ايه؟ على سبيل المثال مش ينفع تعمل فيه فراجمنتيشن. احنا قلنا قبل كده فراجمنتيشن معناه ان الراوتر بيقسم الباكت. تمام. ففي التكنولوجي بتاعت الاثرنت مش ينفع اصلا، ايه مش بيسبورت ايه الفراجمنتيشن. تمام. فجم بعد كده قال لك طب ما احنا نستخدم بروتوكول الاثرنت في الوان، نستخدم ايه شباب؟ بروتوكول الاثرنت في الوان علشان نضمن سرعات عاليه. معنى كده ان شبكه السيرفيس برويدر الكور الكلاود بتاعه السيرفيس برويدر هتبقى عباره عن سويتشز. طبعا ده فيه مميزات وفيه عيوب. المميزات بتاعته السرعه، العيب ان تكنولوجي الاثرنت احنا عارفين ان هي كبرها بالسبورت 100 متر، فكل 100 متر يرمي له ايه؟ سويتش. وعشان كده حتى سموا الوان تكنولوجي بتاعتها مترو اثرنت. مترو لان السرعات بتاعته عاليه زي المترو بتاعنا. تمام. اثرنت لان احنا شغلنا بروتوكول الاثرنت في الوان. يبقى تاني شبكه السيرفيس برويدر الكور بتاع السيرفيس برويدر ما بقاش راوتر دلوقتي في التكنولوجي بتاعت المترو اثرنت، لان احنا كل قلنا قبل كده ان كل نوع من انواع الوان تكنولوجي ليه اساسا الديفايسز الخاصه بيه. تمام. ففي التكنولوجي بتاعت المترو اثرنت بيستخدموا جوه الكلاود بتاع السيرفيس برويدر بيستخدموا ايه؟ سويتشز. بيستخدموا ايه يا شباب؟ سويتشز. تمام. طيب الفكره بتاعته بقى ادي الكلاود بتاعت سيرفيس برويدر. تمام. هوصل هنا مجموعه من السويتشز، ادي سويتش، نكتفي بواحد بس كده فوق. تمام. ادي الثاني الثالث، يبقى دي شبكه السيرفيس برويدر. اي سويتش جوه شبكه السيرفيس برويدر بنسميه البروفايدر سويتش. اي سويتش على الحرف كده بنسميه بروفايدر ايدج، بنسميه يا شباب بروفايدر ايدج، على اساس ان العميل مثلا على سبيل المثال الراوترز بتاعته هنسميها كاستمر ايدج. تعالوا نسميه مثلا كاستمر ايدج 1، وده نسميه مثلا سي كاستمر ايدج 2. تمام. وده برضه هنسميه بروفايدر ايدج 1، وده نسميه بروفايدر ايدج 2. تمام. هفترض بقى ان الكاستمر ده، بفرض ان الراوتر ده كاستمر ايدج 1 عنده مجموعه من الفيلانات سي مثلا فيلان 10، تعالوا نحط الايبيات بتاعتهم كده. هفترض ان الايبيات بتاعتهم 192.168.10 دوت، نحط الاي ذات نفسه. تمام. وعنده فيلان 20، الايبيات بتاعته 192.168.1 اوفر 24، وعنده فيلان 30، الايبيات بتاعته 192.30.1 اوفر 24. تمام. بالنسبه لكاستمر اي جي 2 ده مش عميل تاني، ده عباره عن ايه؟ فرع تاني للشركه. ده عباره عن ايه يا شباب؟ فرع تاني للشركه. فتعالوا بس نغير الاي بي اللي في الاخر ده، ده برده الاي بي اللي هحطه دلوقتي على الراوترز. تمام. المفترض دلوقتي ان انا عايز الداتا بتاعت فيلان 10 تقدر توصل من فيلان 10 هنا، من الاجهزه بتاعت فيلان 10 هنا، تبقى بروبوجيتد اوفر شبكه السيرفيس برايدر لغايه ما توصل لفيلان 10 هنا. 20 توصل ل 20، 30 توصل ل 30، صح كده؟
ايه بقى المشكله اللي هتقابلني؟ اول مشكله هتقابلني ان الفيلانه دي المفترض اصلا ان انا في الوضع العادي اللي احنا درسناه قبل كده المفترض ان انا هكريتها على مستوى كل سويتشز، لان احنا ايام الام اي قلنا ان يهمني جدا ان الفيلانات تكون سنكرونايز على مستوى الشبكه بتاعتي. ليه؟ لان لو في سويتش في النص في الترانزيت باس وفي فيلان معينه مش موجوده عليه، الترافيك بتاع الفيلان دي كلها هيبقى دروبت. وعملنا اعتقد لاب على الحوار ده، تمام. فقلنا قبل كده تاني يهمني ان الفيلانات تكون ايه سنكرونايزد على مستوى شبكه السيرفيس بروفايدر بالكامل. في السيناريو ده هيعمل لي شويه مشاكل. اول مشكله ان معنى كده ان شبكه السيرفيس بروفايدر هيبقى عندها القدره ان هي تشوف الداتا بتاعه شبكات اللان بتاعتي العميل، صح ولا لا؟ تمام، دي مشكله. تمام، في مشكله تانية، هو ينفع اولا السيرفيس بروفايدر يشوف الداتا بتاعه الشركه بتاعتي؟ هو كل فكرته ان هو يربط لي الفروع ببعضيها، انما يشوف الداتا بتاعتي ليه؟ صح. المشكله الثانيه ان ممكن قوي قوي ان البروفايدر سويتش ده يكون رابط عملاء تانيين، والعملاء التانيين برضو عندهم فيلان 10 و20 و30. اصل يعني السيرفيس بروفايدر مش هيجبر العملاء ان هم يستخدموا ارقام معينه للفيلانات، ففي عميل تاني مستخدم نفس ارقام الفيلانات، معنى كده ان الداتابيز بتاعه العملاء المختلفه هتقدر تدخل على بعض. وضحت المشكله؟ علشان كده الحل هنا بقى عن طريق الدوت 1 كيو تانلينج اللي بنسميه كيو ان كيو. تمام، ايه الفكره بتاعته؟ الداتا هتطلع من الكاستمر ايدج الاولاني ده، تمام، ادي البيلود. تمام، قلنا قبل كده البيلود اللي هو ايه؟ المحتوى بتاع الداتا. هيتعمل لها دبل تاجنج. هيتعمل لها ايه يا شباب؟ دبل تاجنج. دبل تاجنج بمعنى ايه؟ هو دلوقتي الداتا بتاعته طالعه من انهي فيلان؟ سي مثلا الفيلان الاولانيه اللي هي فيلان 10، تمام؟ يقوم جوه شبكه السيرفيس بروفايدر نكريت لها فيلان ثانيه خالص، سي مثلا فيلان 100، نكريت لها فيلان ايه؟ سي مثلا 100، تمام؟ وهاجي هنا اعمل لها تاج جوه فيلان 100. طيب اللي بعديه هيبقى عندي هنا البيلود، تمام، هيبقى تاجد جوه فيلان 20. اول ما الداتا دي توصل لشبكه السيرفيس بروفايدر يقوم البروفايدر اي جي 1 ده يروح حاطط فيلان كام؟ 100 برضو، تمام، على مستوى كل عميل هيبقى له فيلان اي دي خاص بيه. فانا بفترض دلوقتي ان العميل اللي اسمه كاستمر اي جي 1 ده وكاستمر اي جي 2 احنا اتفقنا ان هم تبع نفس الشركه، السيرفيس بروفايدر هيخصص لهم فيلان كام؟ 100. ادي البيلود، الداتا المره دي جايه له من فيلان 30، برضه هتبقى تاجد جوه فيلان كام؟ 100. فشوف بقى ايه اللي هيحصل هنا. الداتا زي ما اتفقنا اول ما هتوصل اصلا للسويتش ده، السويتش ده قلنا هيروح حاطط ايه؟ تاج قيمتها 100. الداتا اول ما تمشي في الشبكه دي على مستوى الشبكه دي، السويتش مصمم ان هو هيبص على تاج واحد بس، مصمم انه هيبص على ايه؟ تاج واحد بس. فبالتالي هيبص على تاج كام؟ 100، لان الجزء ده انكابسيوليتد تاجد جوه فيلان 100، وبالتالي السيرفيس بروفايدر مش هيبقى شايف البيلود لان هي تبع فيلان مختلف عنه. تمام، كبير ان هو بيوصل ايه؟ الداتا من الكاستمر ده للكاستمر ده بس وانتهينا، او من الراوتر ده للراوتر ده وانتهينا. تمام، عشان كده سموا الفيتشر ده سموه كيو ان كيو تانلينج. كيو يعني ايه؟ طابور. تمام، طابور جوه طابور. تمام، سموه برضو دبل او دوت 1 كيو تانلينج، انت بتستخدم تانل. طب ليه سموه دوت 1 كيو؟ مش احنا قايلين قبل كده ان في عندي اثنين ترانكينج بروتوكول، الاولاني اللي هو الاي اس ال والثاني اللي هو دوت 1 كيو؟ هنتايه بقى هنا كده بسيطه، على مستوى الشبكه ما بين الراوتر بتاع العميل وما بين السويتش بتاع السيرفيس بروفايدر ماست ان انت تستخدم بروتوكول الدوت 1 كيو، مش اصلا سبورتد ان انت تستخدم الاي اس ال. يبقى تاني، على مستوى الراوتر بتاع العميل والسويتش بتاع السيرفيس بروفايدر ماست تستخدم مين؟ الدوت 1 كيو. لكن جوه شبكه الكور بتاعه السيرفيس بروفايدر ممكن ان انت تستخدم الاي اس ال او الدوت 1 كيو، وعشان كده سموه دوت 1 كيو تانل، لان المنطقه دي هي اللي بتعمل فيها التانل. تمام، وبرده سموه دبل تاجنج، اعتقد المسمى هنا واضح، دبل تاجنج لان على مستوى اصلا كل بيلود اتعمل لها تاج جوه اتعمل لها انكابسيت يعني جوه اثنين تاج، اتعمل لها ايه؟ دبل تاج. وضحت كده؟ تمام. طيب تعالوا نقوم الكلام ده بقى كده. هفترض بس كده نحط هنا اسامي انترفيسز، نقوم بس التوبولوجي الاول. ممكن ان انت على فكره بالنسبه للراوتر تتعامل مع راوتر عادي او تتعامل مع اي او يو راوتر، اب تو يو اللي انت عايزه. تعالوا مثلا نسحب اي او يو راوتر، تمام، وبالنسبه للسويتشز
ادي السويتش الاولاني، تاني، تالت، نغير بس الاسامي عشان مش تتوهوا. شينج هوست نيم، هسمي ده كاستمر ايج 1 واسمي ده كاستمر ايج 2. هنا شينج هوست نيم هنسمي البروفايدر ايج 1، البروفايدر سويتش، وده بروفايدر ايج 2. نوصل بقى الشبكه دي كلها ببعضيها. زي مثلا هوصل هنا ايثرنت 0 على 0 بايثرنت 0 على 0، ايثرنت 0 على 1 بايثرنت 0 على 0، 0 على 1 بايثرنت 0 على 0، 0 على 1 بايثرنت 0 على 0. تمام. ونقوم كده الانترفيسز. تمام، لغايه ما يشتغل بس نحط هنا اسامي الانترفيسز كده عشان مش نتلخبط. قلنا ده ايثر 0 على 0 وده ايثر 0 على 0، اسر 0 على 1، 0 على 0، وده اسر 0 على 1، اسر 0 على 0. تمام كده. تمام، نكونكت عليهم بقى. بالمناسبه لغايه ما نكونكت عليهم كده، اللاب ده لازم تكون مستخدم فيه الاي او يو بالنسبه للسويتشات اصلا، اللي هو الفيرجن الجديد 15.2. تمام، لان 15.1 الامر اصلا بتاع الدوت 1 كيو تانلنج مش موجود اصلا تحت الانترفيس، فلازم تستخدم فيرجن كام؟ 15.2. وعشان برضو مش تنسنوا الاوامر سبورتد، لكن البيهافير في الاخر مش هيدينا النتيجه اللي بتحصل فعلا على ارض الواقع، بس الاوامر سبورتد. وهقول لكم ليه مش هيديني نفس النتيجه على ارض الواقع باذن الله. تمام، نقوم بقى التوبولوجي ده كده. اول حاجه خالص كده على كاستمر اي جي 1 كاستمر اي جي 2. اول حاجه خالص عند الراوتر بتاع العميل، هتكريت على الراوتر بتاع العميل الانترفيس اللي هو السب انترفيس، اللي هو في حالتي مثلا اسر 0 على 0 دوت، وتكريت لي 3 سب انترفيس. وتكريت لي ايه؟ 3 سب انترفيس، واحد ريليتد بفيلان 10، تمام، اللي هو ده مش كده هتتعك، ماشي، اعمل لكم سهم كده وخلاص. ده بتاع مين؟ اسر 0 على 0 دوت 10، اللي تحتيه اسر 0 على 0 دوت 20، اللي تحتيه اسر 0 على 0 دوت 30. وكنا قلنا قبل كده برضو ان الرقم ده مش مصري يكون نفس رقم الفيلان، بس بيبقى سهل بالنسبه لي في الترابل شوت. تمام، دي اول خطوه خالص مطلوبه مني ان انا اعملها على الراوتر بتاع العميل. بعد كده محتاج ان انت تقوم ترانكينج ما بين الابلينك، ما بين السويتش ده والسويتش ده، وبرضو تقوم لي هنا ايه؟ ترانكينج على مستوى الايه؟ الابلينك اللي ما بينهم. تمام؟ قلنا تاني تقدر تستخدم اي اس ال، تقدر تستخدم دوت 1 كيو، بس طبعا خلاص يعني ما حدش بقى بيستخدم الاي اس ال، احنا قلنا قبل كده ان الاي اس ال بيبطئ عندي ترافيك، فالريكومندد الصح ان احنا نشتغل مين؟ دوت 1 كيو. لكن على مستوى السويتش بتاع البروفايدر والراوتر بتاع العميل، ده مصد ان انت تستخدم هنا ايه؟ دوت 1 كيو، تستخدم ايه؟ دوت 1 كيو. تمام، وبعد كده الخطوه الاخرانيه خالص، طبعا على مستوى السويتشات اللي جوه البروفايدر لازم تكريت عليهم كلهم فيلان 100، اوعى تكريت 10 ولا 20 ولا 30، بتكريت فيلان كام؟ 100. تمام، اخر خطوه خالص بقى ان انت هتيجي على الانترفيس المقابل اصلا للراوتر بتاع العميل، وتقول له ان ده احنا هنستخدمه كدوت 1 كيو تانلنج، هنستخدمه كايه؟ دوت 1 كيو تانلنج. وضحت الفكره؟ تعالوا نعمل الكلام ده بقى. اول حاجه الراوتر الاولاني بتاع العميل، هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0، الحاجه طبعا الوحيده اللي انا هقولها له نو شات داون. تمام، وبعد كده اقول له انترفيس اسر 0 على 0 دوت سي مثلا 10، هقول له في الاول الانكابسوليشن اللي احنا هنستخدمه. تمام، هنستخدم هنا ايه؟ دوت 1 كيو، وده تبع فيلان 10، وندي له اي بي ادرس كده. تمام، نكريت السب انترفيس الثاني 20 انكابسوليشن، ونحط عليه الاي بي. الثالث الانكابسوليشن الاي بي 30. نفس الكلام هروح اعمله على مين؟ الراوتر الثاني للعميل،
هنرفلكت بس الاي بي هات استر 0 على 0 نو شوت داون، وبعد كده دوت 10 انكابسوليشن دوت 1 كيو 10 ونديله اي بي ادرس التاني 20 الصب انترفيس التالت 30 تمام كده زي الفل. طيب نيجي بقى على البروفايدر سويتشز ونكريت اول حاجه زي ما اتفقنا فيلان كام؟ فيلان 100 تمام. وبالمره نقوم ترانكينج على مستوى الانترفيسز اللي ما بينهم، فننزل تحت الانترفيس هنا اسر 0 اوفر 1 تمام، واقول له سويتش بورد ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورد مود ترانك تمام. ده على مستوى السويتش ده. السويتش التاني الانترفيس اللي جوه شبكة السيرفيس وادر اسر 0 على 0، يبقى الاول بس نكريت فيلان 100 وانزل تحت انترفيس اسر 0 على 0 واقول له سويتش بورد ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورد مود ترانك تمام. ونيجي على البروفايدر هعمل له هارد كود برضو ان احنا نشتغل ايه بدل ما يتعامل اصلا ببروتوكول الدي تي بي، هنعمل له هارد كود ان هو يشتغل ترانكينج. طبعا نكريت عليه فيلان 100 وهنزل تحت الانترفيس رينج الاثنين انترفيس بتوعه واقول له سويتش بورت ترانك دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك تو فيريفاي شو انترفيس ترانك. كده في ترانكينج على مستوى تو انترفيسز كده عندي برضو على اسر 0 اوفر 1 تمام، وعلى ده على مستوى اسر 0 على 0 تمام كده. اخر خطوه بقى محتاجه ان انا انزل تحت الانترفيس ده واحدد ان احنا هنشتغل دوت 1 كيو تانلينج، يبقى هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 على السويتش ده تمام، واقول له سويتش بورد مود. احنا اخدنا بالنسبه للمودز ان انا عندي اربع انواع، قلنا في عندي اكسس وفي عندي ترانك ودايناميك. دايناميك اصلا في سب تو مودز جواه اللي هو اوتو وديزايرابل، وقلنا في نوع رابع اسمه ايه دوت 1 كيو تانل، اسمه ايه دوت 1 كيو تانل. قلت لك ساعتها يا عبد الله هناخدها مش تقلق تمام. كل ده اللي انا هعمله. حاجه واحده بقى ناقصاني هنا، ايه هي؟ دلوقتي كتب بالمنطق لما الداتا هنا اصلا تجيلي من نغير اللون كده، لما الداتا تجيلي من عميل ده اشمعنى السويتش ده عمل لها تاج جوه فيلان 100؟ اشمعنى عمل لها تاج جوه فيلان ايه 100 تمام. فتاني خطوه محتاجه بس ان انا انزل تحت الانترفيس اللي ربطني بكاستمر اي جي 1 واقول له بعد كده سويتش بورت، انا ضغطت على الكابس لوك اكسس ان دي تبع فيلان 100، وبالتالي اول لما الداتا تجيلي من على الكاستمر ده يعني على البورت ده يقوم السويتش حاطط تاج قيمته كام؟ فيلان 100 بس كده تمام. اروح اعمل نفس الحوار بالظبط على السويتش اللي هو البروفايدر اي جي 2 يا عبد الله، ممكن يبقى تمام. يجي على السويتش ده واقول له هنا سويتش بورت مود دوت 1 كيو تانل سويتش بورت اكسس فيلان 100 تو فيريفاي. بقى هو امر واحد بس اللي عندنا اللي هو شو دوت 1 عشان عندنا اثنين بروتوكول دوت 1 كيو تانل. قال لي دلوقتي مين الانترفيس اللي انا مطبقه عليه دوت 1 كيو تانل؟ اسر 0 على 0 بس كده. المفترض دلوقتي في الوضع العادي لو جيت ابنج تمام هيفيل. ليه بقى؟ لو انا دلوقتي بتكلم على برودكشن حقيقيه مجرد ما اكتب الاوامر دي تحت الانترفيسز كان هيطلع لي دلوقتي سيسلوج، السيسلوج ده يقول لي ايه؟ لا معلش المفترض دلوقتي ان حجم ال NTU تزوديها لغايه ما توصل لحجم 1504. ليه بقى؟ في الوضع العادي جدا المفترض ان حجم الفريق او حجم ال NTU المفترض ان هو كام؟ 1500 بايت صح ولا ايه؟ 1500 بايت. مجرد ما الداتا تيجي اصلا من الكاستمر اي جي ده للسويتش يقوم السويتش حاطط ال 4 بايت بتوع التاج، حاطط ايه؟ ال 4 بايت بتوع التاج.
طيب معنى كده ان حجم الـ NTU بتاعتي هتبقى هتوصل لـ 1504. واحنا متفقين اصلا في اول اليوم النهارده ان انا عندي مشكله في تكنولوجي الايثرنت وبروتوكول الايثرنت، ان المفترض اساسا ان هو اصلا مش بيعمل لي فريجمنتيشن. تمام. طب والحل؟ حل الاثنين، يا اما ان انت تيجي على الكاستمر ذات نفسه وتبلغه لما تيجي تبعت الداتا بتاعتك قلل حجم الفريم بتاعتك بمقدار ال 4 بايت، وبالتالي لو انا جيت اعمل تيست مثلا على السويتش ده هقول له هنا مثلا بينج على الطرف الثاني 132.10.2، بحيث ان السايز بتاعي نقلله بمقدار، مش المفترض الام سي يو 1500، يبقى اخليه 1496. تمام. هو برضه عشان مش تعيش الدور قوي يعني، للاسف الدوت 1 كيو تانلينج في مشاكل في الفيرجن ده او الايمج دي من الاي يو، فحتى لو ظبطت كل الكونفيجريشن بتاعتي صح دايما البنج بيفيل، مفيش اي كونفيجريشن احنا عاملينها غلط، دي مشكله اصلا بج فين في الايمج دي. تمام. جربت اعمل فايرل نفس الكلام على فكره، بس الايمج اللي انا اللي معايا من الفايرل يعني جايز يكون في ايمج ثانيه بتعمل له سبورت الكفاءه بس مش معايا. تمام. طيب قلنا تاني، المفترض دلوقتي كان اساسا البنج يشتغل تمام، بس هو منطقي كل ما تيجي اصلا العمليه بعد داتا تقول له طب قلل لي حجم البايت بمقدار 4 بايت، ده منطقي؟ تمام. حتى لو البنج انا هقلله بقيه الترافيك بقيه الداتا هقلل حجم الفريم بتاعتي ازاي؟ علشان كده تعالى اعمل الكلام ده على مين، تعالى على البروفايدر اتش ذات نفسه. تمام. عندنا نتاكد المفترض ان عندي امر اسمه شو سيستم ام كيو، الامر صح، الامر على البلاتفورم صح الحقيقيه. تمام. المفترض دلوقتي ان كان يقول لي هنا ان حجم الام كيو بتاعتي 1500. تمام. نعمل ايه؟ نقوم مزودين بقى على سويتش على بروفايدر اي جي 1 وعلى بروفايدر اي جي 2، نقول له سيستم ام كيو مسافه 1504. تمام. يبقى انا كده قلت للسويتش لما تجيلك الداتا او ازود حجم الام تي يو بمقدار 1504 عشان يعمل في حساباته اساسا على متى الداتا تجيله يروح حاطط عليها ايه التاج اللي قيمته 4 بايت، فهتجيله فعلا 1504. هنت بس كده بسيط بالنسبه لتكنولوجي الجيج ايثر نت، تكنولوجي الجيج ايثر نت اساسا بيسبورت جيانت فريم. جيانت يعني ايه؟ يعني حجمها يوصل اب تو 9142 بايت. نعمل الكلام ده ازاي؟ جاست بس هتلاقي فيه ساعتها هنا اوبشن جامبو، بس كده. يبقى هتقول له سيستم ام تي يو مسافه جامبو، يبقى انت كده بتقول له سبورت للجينت فريم. تمام. طيب كده بقى العميل لما يجي بعت الداتا بالحجم العادي من غير ما يغير السايز، او تمام، او من غير ما يضطر ان هو يقلل السايز عنده، المفترض لو في البرودكشن حقيقيه طبعا قلنا ان الشبكه بتاعتي تبقى بنجابول وزي الفل دلوقتي. تمام. في عندي برضو شويه ليميتيشن بالنسبه للبروتوكول اساسا او تكنولوجي الدوت 1 كيو. ايه هي؟ كنوع من السكيورتي بيعمل ديسيبل لبروتوكول السي دي بي على مستوى السويتشز بتاعه البروفايدر ايدج. ليه؟ عشان المفترض ده ساعتها السويتش ده مش يقدر ان هو يوصل للسويتش ده كلاير 2. فالمفترض يعني ان انا لو جيت انا على السويتش ده وقلت له شو سي دي بي مسافه نيبرز، جاب لي مين؟ البروفايدر ايدج اللي هو كونكتد بيه بس، البروفايدر ايدج سويتش اللي هو كونكتد بيه بس. فلو انا دلوقتي عايزه افعل بروتوكول السي دي بي على مستوى الانترفيس ده او الكاستمر راوتر ده لغايه الكاستمر راوتر ده، جاست ان انت بس هتيجي تحت البروفايدر ايدج راوترز او سويتشز اسا، تمام، وتنزل تحت الانترفيس المقابل للعميل تقول له لاير 2 بروتوكول داش تانل، وشوف بقى حدد عايز تفعل بروتوكول ايه. سي مثلا على سبيل المثال هفعل بروتوكول السي دي بي، افعل بروتوكول ما بينهم الاس تي بي، افعل بروتوكول الفي تي بي، ممكن برضه اقول له افعل بروتوكول البوينت تو بوينت. تمام. واحدد ان انا هقوم انهي بروتوكول، لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول ولا بورد اجريجيشن بروتوكول. تمام. يعني معنى كده ان انا ممكن ان انا اقوم استر شانل على مستوى اساسا السويتش ده على يعني ما بينه وما بين الكاستمر ايجي راوتر اللي قصاده. تمام. طبعا المفترض ان انا افعل السي دي بي هنا على مستوى ده وعلى مستوى ده، فساعتها المفترض لو بلاتفورمز حقيقيه تيجي ساعتها على الكاستمر ايدج سويتش ده الراوتر ده وتقول له شو سي دي بي نيبرز، هيجيب لك كنيبر يعني برضو اللي هو مين؟ الراوتر ده. بس احنا متفقين ان اصلا البيهافير بالنسبه للايمج دي لا، في الدوت 1 كيو مش بيعملوا سبورت بطريقه كويسه. تمام. في شويه مشاكل بقى هنا اساسا بالنسبه لتكنولوجي الدوت 1 كيو ان جنرال. ايه هي؟ العميل ده طبعا عنده مجموعه كبيره من الاجهزه، تمام، يعني مجموعه كبيره من المكات، المكات دي هتوصل
للسويتش ده، وبالتالي تبقى بروباجيتد من خلال شبكه البروفايدر بالكامل، فتظهر جوه الماك ادرس تيبل بتاعه شبكه السيرفيس بروفايدر بالكامل على مستوى كل السويتشز اللي في الكور بتاعته. تمام. طبعا ده هيعمل لي امباكت لود على الماك ادرس تيبل بتاع السويتشات بتاعه العميل، لان طبعا انت مش بتعمل انستليشن لماك ولا اتنين ولا ثلاثه، ده عملاء وكل عميل عنده ماكات، فدي مشكله. المشكله الثانيه في السكيورتي، صح؟ علشان كده ان جنرال الافضل من تكنولوجي الدوت 1 كيو تانلينج الافضل منها لو احنا قلنا تكنولوجي الام بي ال اس لير 2 في بي ان، لان طبعا اللي احنا بنتكلم عليه ده كله نوع من انواع الفي بي ان، لان الهدف منه ان انت بتربط اساسا اللانات بتاعه عميل او يعني العميل بالفروع بتاعته، ده كله نوع من انواع مين الفي بي ان. تمام. عايز تتست بقى فعلا ان كان البروفايدر اصلا السويتشز هتقدر توصل للعملاء ولا لا؟ طبعا لو كان شغال على الايمج دي كويس، جاست ان انت هتكريت هنا على سويتشز دي اس في اي، تمام، وتيجي في نتورك اي دي بتاعه الكاستمر طبعا، والمفترض ساعتها لو جيت تبانج ما بينهم وبين الراوترز بتاعه الكاستمر البنج هيفيل. ليه؟ لان اصلا في الداتابيس بتاعته مش عنده اي معلومه بالنسبه لدي لانات 10 ولا 20 ولا 30. في اي اسئله كده في الدوت 1 كيو يا عبد الله؟ تمام.